السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا آية الكرسي، سورة الإخلاص، المعوذتين. النهارده ان شاء الله نكمل مع بعض في موضوع مهم عن البروتين، وهو البروتين ميس فولدنج. ايه هو البروتين ميس فولدنج ده اصلا؟ قال لك لما بتدي عندنا انت عايز تكون بروتين معين في داخل جسمك، فاثناء تكوين البروتين ده حصل ان مثلا عندنا في سيكونس معين من الامينو اسيد ما بقاش موجود، فنتيجه الكلام ده لما حصل عندنا فولدنج اداك بروتين انت ما كنتش عايزه، بروتين جسمك مش محتاجه لانك انت كونته بطريقه غلط، عملت له فولدنج مش بالطريقه اللي هو عايزه. او مثلا ممكن يكون مثلا عندنا في مثلا امينو اسيد معين موجود في البيبتايد تشين دي انت ما كنتش عايزه في المكان ده، فنتيجه هو وجوده في المكان اللي هو مش المفروض يكون موجود فيه ده حصل عندنا ايه؟ ميس فولدنج. حصل عندنا ميس فولدنج. تتوقع انت لما يحصل عندنا ميس فولدنج وتكون عندنا بروتين جسمك مش عايزه، ايه اللي بيحصل او جسمك بيعمل ايه؟ هسيبك ثانيتين كده فكر. قال لك لما بيحصل عندنا ميس فولدنج اللي بعد البروتينات بيبتدي جسمك عندنا عايز يقاوم الكلام ده، لان جسمك مش عايز البروتين ده، فهو مش عايزه، عايز يتخلص منه، بيعمل عندنا ديسترويد او بيبتدي عندنا هو يتخلص منه، علشان هو لو تراكم عندنا بروتين اللي اتكون عندنا اللي احنا مش عايزينه ده، لو حصل له عندنا اكيوميليشن واتجمع في جسمك وتراكم بيدينا عندنا بعض الديزيزز اللي هنتكلم عنها كمان شويه، فهو جسمك بيحاول يتخلص منه، بيعمله عندنا ديسترويد او يبتدي عندنا يتخلص منه علشان ما يعملش عندنا الامراض دي. فبقول لك ان احنا عندنا عايزين نتعرف اكتر عن البروتين ميس فولدنج. بيقول لك ان هو عباره عن امبروبرلي فولد مولكيولز، حصل عندنا المولكيولز دي عمليات حصل فيها فولدنج بطريقه غير لائقه كده، طريقه الجسم ما كانش محتاجها، فبيتكون عندنا في الاخر بروتين احنا مش عايزينه. فجسمك بيعمل ايه؟ قال لك اول حاجه بيبتدي جسم عندنا بيعمل له تاجد او بيبتدي ان هو يعلمه علشان بعد كده يعمل له ديجراديشن او يكسره. جسمك كده بيحاول ان هو يعلم البروتين ده، بيقول لك والله خلي بالكم يا جدعان البروتين ده فيه حاجه غلط، كسروه انا مش عايزه في المكان ده، علشان لو فضل موجود عندنا هيتجمع ويكون عندنا بعض الديزيز اللي احنا مش عايزينها. قال لك ان التجمع ده عندنا بيخلي عندنا الكنترول سيستم از نوت بيرفكت، بيخلي عندنا جسمك كده ونظام جسمك مش مثالي، اللي هو في حاجه غلط في المكان ده، انا عايز اكسر البروتين ده عشان ما ياذنيش. تمام؟ قال لك الاجريجيشن برضو عندنا اللي هو التجمع ده ممكن يكون انترا سيلولر يعني داخل خلايا، وممكن يكون عندنا اكسترا سيلولر خارج الخلايا. بيحصل عندنا اكيموليشن يا اما داخل الخلايا انترا سيلولر يا اما خارج الخلايا، بنسميه عندنا اكسترا سيلولر. لو حصل تجمع عندنا فبنسميه عندنا بيكون عندنا بعض الديزيز او الامراض، زي مثلا عندنا الاميلويد ديزيز اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله، والبراين ديزيز ده برضو عندنا امراض بتتكون نتيجه ان بيحصل عندنا اكيموليشن، بيحصل عندنا تجمع او بيفضل موجود عندنا في مكان معين بروتين احنا مش عايزينه، بروتين الجسم مش محتاجه، بيتكون عندنا او بيعمل عندنا بعض الديزيزز من ضمنها اللي هنتكلم عنها ان شاء الله اللي هو الاميلويد ديزيزز والبراين ديزيزز. تمام؟ طيب فده برضه نفس الكلام هنا، لو خدت بالك يعني دي صوره كده مش هنشرحها قوي، لسه هنتكلم عنها بتفصيل كمان شويه. هو احنا كان عندنا مثلا في اللي هو الايه البروتين المعين ده حصل له عندنا اكيموليشن او ابتدى ان هو عندنا يتجمع بالطريقه اللي هي اللي شايف انت متجمع ازاي كده، قال لك التجمع ده بقى عندنا هو اللي بيسبب عندنا ديزيزز داخل جسمك. تمام؟ طيب فبقول لك احنا عندنا برضو ايه نفس الكلام، ان الميس فولدنج ده بيحصل عندنا بطريقه سبونتينوسلي او بطريقه تلقائيا كده، الجسم ما بيقدرش يتحكم فيها. مثلا الجسم عندك كان او ماشي في طريقه ان هو في الباس واي بتاعه بيحاول ان هو يكون البروتين اللي انت عايزه ده، فتلقائيا كده من نفسه كده هو عمل حاجه غلط، يعني ما لهاش علاقه ايه هو كده لوحده عمل حاجه غلط، فعمل عندنا ميس فولدنج او اتكون بطريقه غير اللي احنا كنا عايزينها. قال لك برضه ممكن يكون عن طريق حصل ميوتيشن، ممكن يكون عندنا حصل ميوتيشن في الجين اللي مسؤول عن تكوين البروتين ده، حصل فيه طفره فبالتالي اداك عندنا بروتين في الاخر غير اللي احنا عايزينه، بيكون عندنا اللي هو الالتريت بروتين او بروتين احنا ما كناش عايزينه، او يعني ايه بروتين خاطئ احنا اصلا مش عايزين البروتين ده. تمام؟ طيب زي مثلا عندنا ايه؟ قال لك مثلا بعض البروتينات كانت بتفرز عندنا في صوره سوليوبل بروتين، يعني عندنا بروتين بيدوب والكلام ده كله، فنتيجه عندنا حصول الميس فولدنج فعندنا عندنا انسوليبل اكسترا سيلولر اميرويد فايبر، نتيجه عندنا ان هو حصل الميس فولدنج ده، فالبروتين اللي طلع عندنا ده بدل ما هو كان سوليبل بي انسوليبل ما بقاش بيدوب، فبالتالي عندنا الجسم بيحاول ان هو يقاوم، بيحاول ان هو يكسره، يعمل ديجراديشن ويكسره. فلو الجسم ما عرفش ان هو يكسره وما عرفش يتعامل معاه فيبتدي ان هو يحصل عندنا اكيوميليشن ويتجمع في مكان معين كده ويحصل يتجمع مع بعضيه. قال لك التجمع ده عندنا بيسبب عندنا بعض الامراض بنسميها عندنا الامايلو ديزيزز. تمام؟ امايلو ديزيزز. تمام؟ فقال لك ان احنا عندنا التجمع ده اللي بيسبب اصلا المشكله عندنا هو وجود تجمع او وجود اكيوميليشن من البيتا بليتد شيت. البيتا بليتد شيت دي عندنا هي المسؤول اصلا عن وجود الامراض دي، او انه يحصل عندنا اللي هي الامايلويد ديزيزز الامراض اللي عندنا دي. فتمام؟ فاحنا كده عرفنا ان احنا عندنا لو في عندنا بروتين اتكون بطريقه غلط او بطريقه جسم مش عايزها، والجسم حاول ان هو يدافع عن نفسه ويحاول يتخلص من البروتين ده وما عرفش،
فبيحصل عندنا اللي هو بيحصل عندنا اكيوميليشن ويعمل عندنا امايلو ديسيز عندنا، وهي الامراض اللي ليها علاقه بالامايلويد ديسيز. تمام. طيب فلو جينا كده نشوف مع بعض مثال على اللي احنا بنتكلم عليه، هنلاقي تحت عندنا ايه بالشكل ده. شايفين الشكل اللي على الشمال خالص ده هو النيتف فورم من البروتين اللي احنا كنا عايزين نكونه. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن النيتف فورم وعرفناه بكل حاجه، قلنا ان عندنا النيتف فورم ده هو عباره عندنا عن الشكل النورمال اللي المفروض البروتين يكون موجود فيه. تمام. فقال لك نتيجه حدوث حاجه معينه او مثلا ميوتيشن او مثلا من غير طفره هو تلقائيا كده سبونتينوسلي حصل فيه مس فولدنج، فادانا مثلا عندنا الشكل اللي هو في النص ده، ده شكل جسمك مش محتاجه ومش هو البروتين اللي هو كان عايزه. فقال لك ده عندنا البروتين بيحاول يتعامل معاه، حصل يحاول يعمل له ديجريديشن او يكسره، فالجسم ما عرفش يكسره. تمام. فابتدى ان هو البروتين ده عندنا يتجمع مع بعض زي ما احنا شايفين كده، عمل سيلف اسوسيشن او ترتب مع بعض كده بالشكل زي ما احنا شايفين كده. تمام. وبعد ما حصل عندنا الكلام ده كله ابتدى عندنا مثلا ينفصل ده عن بعضيه وينفصل ده عن بعضيه، واتبقى عندنا اللي هو ماسكين في بعض اللي هو الايه البيتا بليتد شيت بالشكل ده، بيتا بليتد شيتس. فدي عندنا لما بتتجمع كده بنسميها عندنا امايلويد فيبرلز عندنا، او اللي هو التجمع من اللي هو البيتا بليتد شيت. تمام. قال لك التجمع ده عندنا بسبب عندنا امراض او بسبب عندنا ايه نتيجه وجوده في جسمك، بسبب عندنا بعض الديزيزز بيخلي جسمك عندنا يحصل فيه بعض الامراض. هنيجي نتكلم عنها كمان شويه من يعني من ضمن الامثله اللي عندنا، هي عندنا الالزهايمر ديزيز او مرض الزهايمر عندنا. لما بيحصل كده عندنا الناس الكبيره وانت مثلا في كده بعض الناس مثلا يحصل لها امراض والعياذ بالله، ان هو عندنا يجي له زهايمر كده، وانت عارفين هو الزهايمر ده ان هو مثلا ينسى المعلومات ومش عارف ايه والكلام ده كله. فبقول لك ايه اللي حصل بقى عندنا في الالزهايمر ديسيز ده، او هو مرض عندنا الزهايمر اللي فقدان الذاكره. بقول لك نتيجه عندنا حصول اكيوميليشن اوف ذس انسوليبل عندنا اللي هي البروتين عندنا ما بتضبش دي، نتيجه حصل عندنا فيها اكيوميليشن او اتجمعت عندنا، فبيعمل عندنا حاجات بنسميها عندنا امايلويدز عندنا، او اللي هو لسه متكلمين عنهم شويه اللي هو الامايلويد فايبرز بالشكل ده، بتتجمع وبتدينا عندنا اللي هو الشكل اللي هو الجسم عندنا مش عايزه، او بيبتدي ان الشكل ده عندنا بيسبب عندنا ايه اللي هو البيتا بليتد شيت، بيسبب بعض الامراض في جسم زي الالزهايمر ديزيز. فبقول لك برضو ان الالزهايمر ديزيز ده هو عباره عندنا عن تجمع من الامايلويد بيتا بيبتايد، الامايلويد بيتا شيت ده او الامايلويد بيتا بيبتايد اتجمع عندنا، هو عباره عندنا عن سيكونس من 40 او 42 امينو اسيد. ده عباره عندنا سيكونس معين من 40 او 42 امينو اسيد بيتجمع عندنا في النتيجه اللي احنا اتكلمنا عنها فوق اللي انا وريتها لك دي، ودينا عندنا ايه شكل، وبيدينا عندنا ديزيز بيسبب عندنا امراض زي اللي هو الالزهايمر ديزيز. قال لك التجمع ده عندنا بيكون عباره عندنا عن نيوروتوكسيك. شايف كلمه نيورو هنا جايه من كلمه عصبي، وتوكسيك يعني حاجه سامه، فنتيجه التجمع عندنا والكلام ده عندنا بيسبب عندنا ضرر في الخلايا العصبيه عندنا، ففي الاخر بيسبب عندنا اللي هو ايه اللي هو الالزهايمر ديزيز او مرض فقدان الذاكره. تمام. طيب فبقول لك ان احنا عندنا المرض ده بيأثر عندنا في النيوروترانسميترز عندنا، او اللي هي النواقل العصبيه، بيخلي عندنا اللي هو اللوز اوف برين فانكشن، بيخلي عندنا البرين عندنا او المخ اللي عندنا ده يفتقد الوظيفه بتاعته، ويبتدي عندنا يحصل فيه مشاكل زي الالزهايمر ديزيز اللي هو يبتدي عندنا ينسى المعلومات والكلام ده كله. تمام. طيب ده بيكون عندنا نتيجه حصل عندنا خلل في ان هو عندنا النيورو ترانسميترز عندنا بسبب ايه تكون او وجود حاجات كتيره من الامايلويد بيتا شيتس بالشكل ده. طيب نيجي نشوف عندنا كده بالشكل ده، ان هو قال لك سمعنا عندنا الامايلويد هايبوثيسز. يعني ليه سمعنا عندنا هايبوثيسز؟ لان ده عندنا يعتبر عندنا افتراض او من بعض الحاجات اللي بتسبب عندنا الالزهايمر ديزيز. احنا لسه قايلين من شويه ان الالزهايمر ديزيز ده مش بس الاميلويد اللي بيكونه، يعني في كذا حاجات عندنا وكذا سبب بيعمل عندنا الزهايمر ديزيز، ولكن الاميلويد ده عندنا يعني حاجه منهم، عشان كده سميناه عندنا الاميلويد هايبوثيسيس. تمام. طيب فبالله اللي احنا عندنا بالشكل ده حصل، كان في عندنا ايه؟ كان في عندنا اميلويد بريكورسر بروتين، ده عباره عن ترانس ممبرين بروتين موجود عندنا بالشكل ده في اللي هو ايه اللي هو الممبرين او السيل ممبرين بالشكل ده. فقال لك عندنا حصل عندنا او ابتدى عندنا بعض الانزيمات تيجي تقطعها او تكسرها عندنا بالشكل ده، فادانا عندنا ايه اتكسر الجزئيه اللي من عندنا اللي هي الجزئيه دي عندنا اللي هي حصل لها عندنا اكيوميليشن او تتجمع مع بعضيها. تمام. اذا برده كان في الصوره موجوده من فوق من شويه شفنا فيها نفس الكلام. فقال لك ان احنا عندنا كسر الكلام ده عندنا وتكون عندنا اللي هو الامايلويد بيتا بيبتايد اللي عباره في عندنا منها ممكن يكون 40 سيكونس من الامين اسيد، او اللي هو 42 منهم. تمام. طيب فنتيجه ده عندنا تكونه بالشكل ده جسمك ما بيعرفش ان هو يتعامل معاه، ما بيعرفش ان هو يتخلص منهم، فبيحصل لهم عندنا اكيوميليشن او يتجمعوا مع بعض. تمام. بيحصل لهم عندنا برضو اجريجيشن او برضو يتجمعوا مع بعض. تمام. فقال لك ده عندنا بيتجمعوا في اللي هو البرين بارينكايما، البارينكايما بتاعت البرين اللي عندنا، او مثلا اراوند بلاد فيزلز حوالين الاوعيه الدمويه. نتيجه وجودهم في المكان ده واللي هو التجمع عندنا بالشكل ده بسبب عندنا امراض، من ضمن الامراض دي عندنا اللي هو ايه اللي هو عندنا الزهايمر ديزيز، اللي هو الالزهايمر ديزيز. مش بس البروتين ده عندنا اللي هو الامايلويد بيتا بيبتايد هو اللي بيسبب عندنا الالزهايمر ديزيز، قال لك لا في عندنا بروتين تاني بيسبب الالزهايمر ديزيز ده، قال لك بنسميه عندنا التاو بروتين. التاو بروتين ايه هو التاو بروتين ده؟
التوبر دي زي ما احنا شايفين كده عندنا، شايفين احنا مش شايفين عندنا بالشكل ده، دي عندنا كده بنسميها عندنا سايتوسكيلتون. السايتوسكيلتون دي عندنا موجوده عندنا في اللي هو النيورو سيلز بالشكل ده، عباره عندنا متكونه من جوه من مايكرو تبيولز، موجود متكونه من مايكرو تبيولز زي ما احنا شايفين كده. المايكرو تبيولز دي لو جينا نشوف كده هي عباره عندنا عن ايه، عندنا عن هيليكال شيب او سبايرال شيب بالشكل ده، واخد عندنا شكل حلزوني، وعباره عن كور زي ما احنا شايفين كده ماسكه في بعضيها ببروتين معين. شايفين اللي هو الحاجات اللي عامله زي الاسلاك دي اللي مربطاها ببعضيهم دي، عندنا هي التاو بروتين، دي عندنا التاو بروتين. طيب ايه اللي حصل لها يا عم الحاج؟ قال لك التاو بروتين ده عشان بيحصل لها عندنا اللي هو فوسفوريليشن او هايبر فوسفوريليشن، فنتيجه الكلام ده عندنا ابتدى عندنا تفقد وظيفتها وما بتربطهمش مع بعض، ابتدى عندنا اللي هي تسيب المكان اللي ماسكه فيه ده وتفقد الوظيفه بتاعتهم وتتجمع عندنا داخل الخلايا زي ما احنا شايفين كده. هي كانت ماسكه كانت ماسكه في الخلايا مع بعضيها، ربطتهم ببعض، فنتيجه عندنا حصل ميس فولدنج بسبب عندنا حصل اللي هو الهايبر فوسفوريليشن، فابتدى عندنا اللي هو ايه يفقدوا وظيفتهم، ابتدى عندنا يسيبوا المكان اللي هم ماسكين فيه وسابوا مكانهم. فكذا حد عمل او كذا بروتين حصل فيه الكلام ده، فتجمعوا مع بعض بالكلام ده عملوا تانجلد عندنا، او يعني تشابك ما بينهم وما بين بعض، ماسكوا في بعضيهم. تمام، فاحنا لو شايفين كده بالشكل ده، شايف يعني شكل اللي هو السايتوسكيلتون بالشكل ده، شايف شكله كان عامل ازاي في الصوره اللي تحت؟ شكله اتدمر شويه كده ايه، وابتدى ان هو شكله ما بقاش زي المعتاد او الشكل اللي احنا عايزينه. ليه؟ حصل جواه او حصل جواه اكيوميليشن او تجمع من اللي هو التانجل بروتين ده، فخلال كده عندنا سبب عندنا فقد الوظيفه بتاعته، فخلاه عندنا مثلا ايه يفقد الوظيفه بتاعته وشكله اتغير. ليه؟ لان احنا عندنا اصلا الميكرو تبيولز دي من وظائفها ان هو كان ينقل مثلا الغذاء داخل ايه، داخل او يوصلها عندنا للنيور سيل او عندنا الخلايا العصبيه دي. فنتيجه عندنا ان الميكرو تبيولز دي اتدمرت، فالغذاء بالتالي عندنا مش هيوصل للنيور سيل، فبالتالي عندنا بتبتدي عندنا تفقد الوظيفه بتاعتها او تبوظ عندنا وما تشتغلش. تمام، فده هو اللي بيسبب عندنا اللي هو الزهايمر ديسيز. طيب بسبب عندنا ايه؟ موجود التانجل دي داخل الانتر سيلولار، وموجود عندنا انترا سيلولار او داخل الخلايا. فلو جينا تحت هنا كده عندنا نشوف هنلاقي بيقول لك ان احنا عندنا شايف النورمال بالشكل ده شكلها عامل ازاي، وفي حاله الالزهايمر شكلها كان عامل ازاي. فلك في النورمال بص شكلها موجود كده عادي جدا، في الالزهايمر بقى حصل عندنا بعض الاكيوميليشن وبعض التجمعات بالشكل ده. فبره عندنا لما حصل عندنا تجمع اكسترا سيرر او خارج الخلايا اللي هو عندنا الاميلويد بلوكس عندنا، او اللي كنا عامل من فوق شويه اللي هي الاميلويد فايبر اللي هو كان عندنا اللي هو الاميلويد بيتا شيت، حصل عندنا تجمع بره كده اكسترا سيرر. تمام، طيب واللي جوه ده عندنا عباره عن التانجلز اللي احنا اتكلمنا عنه شويه اللي هو التاو بروتين، حصل برضه نفس الكلام تجمع داخل البروتين ده، تجمع داخل قصدي النورسل دخل الخلايا نفسها انترا سيرر او انتر سيرر. يبقى عندنا بره اللي هو اتجمع بره اللي هو الاميلويد بلوكس دي عندنا، لما بقيت بره سميناها عندنا اللي هي الاكسترا سيرر اللي هي الاميلويد بلوكس، اللي موجود عندنا بقى جوه اللي هو التاو بروتين انترا سيرر. تمام، او انتر سيرر. تمام، طيب فنتيجه عندنا التجمع ده بتبتدي عندنا يحصل بعض الامراض، او بتبتدي عندنا الخلايا دي تفقد وظيفتها. هي إيه الخلايا دي؟ مثلا كانت عايزه تبعت لبعضيها اشارات عصبيه وتعمل ترانسليشن للاشارات العصبيه بينها، فوجود مثلا التجمعات دي وكده بيمنع ان الاشارات العصبيه دي توصل للخلايا ما بينها وما بين بعضيها، فبالتالي عندنا بيخلي الخلايا تفقد وظيفتها. ومن ضمن الحاجات اللي بتحصل بسبب الموضوع ده ان هو يحصل عندنا الزهايمر ديسيز او فقدان الذاكره، بسبب ان احنا عندنا الاشارات ما بتوصلش بطريقه كامله، او ما بيحصلش عندنا، او مثلا نتيجه برضه وجود البروتينات دي حصل عندنا انفلاميشن، او حصل عندنا مثلا في عصب، حصل عندنا مثلا اللي هو التهابات في المكان ده، فبالتالي عندنا ما قدرتش المكان ما قدرتش اللي هي الخلايا تشتغل، فبالتالي عندنا فقدت الوظيفه بتاعتها، وحصل عندنا اللي هو الالزهايمر ديسيز. تمام، وحصل عندنا اللي هو الالزهايمر ديسيز. فبقول لك ان احنا برضه دي عندنا صوره على جنب كده، شايف الصوره دي؟ بقول لك ان دي بتاع الشخص عندنا مات وعنده مرض الزهايمر، فهتلاقي اللي هو مشوره كده عندنا، ودي عباره عندنا على الاميلويد بلوكس عندنا وتجمعات من الاميلويد اللي هو الاميلويد بيتا تشيت اللي هو عندنا اكسترا سيرر. تمام، او اكسترا سيرر اللي هو خارج الخلايا. طيب ولا برضه عندنا مشوره كده على في اليمين دي اللي هو عندنا داخل الخلايا نفسها اللي هو عندنا التانجل بروتين، او اللي هو عندنا التاو بروتين عندنا اللي هو التشابك اللي حصل ما بينهم، التجمع اللي حصل جوه ده عندنا خلى برضه الخلايا يحصل فيها بوظان والكلام ده كله، فبالتالي عندنا ايه عمل اللي هو الزهايمر ديسيز. وبس كده نكون خلصنا الفيديو النهارده، يا رب يكون فيديو سهل وبسيط ان شاء الله ويكون مفهوم. لو في اي جزئيه وقعت منك حاول تعيدها وان شاء الله تفهمها. بس كده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.